في ظل أجواء أقليمية مضطربة تنذر بالانفجار بين القبائل التي تحكم دول الخليج، شق البحرانيون طريقهم غير عابئين سوى بتحقيق أهداف الثورة التي قدموا في سبيلها تضحيات جسام. فقد انعكس هذا الموقف في المسيرات والفعاليات الشعبية التي خرجت في مختلف المناطق مطالبة بإسقاط النظام الملكي وخروج قوات الاحتلال السعودي والإماراتي التي ثبت تورطها المباشر في أعمال القمع وطمس الهوية الأصلية للبحرين. المتظاهرون في مختلف البلدات البحرانية عبروا عن رفضهم القاطع لمشروع الملكية الدستورية التي تتبناه بعض الجهات السياسية، معتبرين أن هذا المشروع يهدف إلى تمييع القضية، مؤكدين أن مطلبهم الأوحد هو جمهورية ديمقراطية. وأكد المتظاهرون بأن هاماتهم لن تنحني وأنهم لن يتراجعوا حتى أخذ القصاص من رأس النظام حمد عيسى الخليفة الذي اعتبروه المسؤول الأول عن جميع الانتهاكات. وفي بلدة الدراز أقام الأهالي حفل تأبين للشهداء تحت عنوان عنفوان الدم، أكدوا فيه على تمسكهم بخط الشهداء. هنيئاً يا شهيد، هنيئاً يا شهيد، ستحيا من جديد، ستحيا من جديد.